عندنا يعني منتوج وفير به نغطي السوق ونغطي الطلب الوطني، ولما لا نفكر في التصدير للخارج كما هو شأن اليوم بعض المنتجين هنا في منطقة القبائل اللي راهم يصدروا نوعية جد محترمة وجد يعني جيدة. حتى اليوم أعلننا بصفة رسمية على إعادة تفعيل الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، حتى يكون نرافق الفلاحين ونرافق المنتجين وندير جمعية عامة وننطلق وندير ننتخب مكتب وطني وننطلق في العمل في الميدان وندير ندوة جهوية ملتقى جهوية ونشرح للفلاحين.